الحكومة دايما بتسعى لدعم صغار المربيين والشباب الخريجين عشان يقدروا يطوروا من نفسهم ويساهموا في تعزيز الاقتصاد بتاعنا، وده اللي بنشوفه النهاردة مع إعلان وزارة الزراعة عن صرف 274 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو. الفلوس دي هتساعد 392 مستفيد من صغار المربيين والشباب، ويتم من خلالها توفير 3920 رأس ماشية، وكل ده بيجي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الخبر ده بيعكس اهتمام كبير جدا للدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي، قطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، وبيسعى دائما أو تسعى الدولة لتحسين مستوى معيشة المصريين. هنعرف الخطوات الأخيرة والتمويل ده وتفاصيله أكتر مع هذا المشروع. معانا على الهاتف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخيرات على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح الخير يا أستاذ دينا، صباح الخير لكل السادة مشاهدينكم الكرام، كل عام وحضراتكم ومصرنا بكل خير. من زمان جدا واحنا بنسمع عن المشروع القومي للبتلو وأهمية يعني الأمن الغذائي للمواطن المصري، حابين نعرف آخر التفاصيل مع حضرتك، إجمالي المبالغ اللي تم تمويلها لهذا المشروع القومي وصل لكام لغاية دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ المشروع القومي في منتصف 17 فقط ب 100 مليون جنيه، ما تم تمويله وإقراضه النهاردة تقريبا حوالي 9 مليارات جنيه، استفاد منه أكثر من 44 ألف مستفيد من شباب الخريجين والسيدات وصغار المربيين في قرى مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وده لتنمية وتربية وتسمين في حدود 510 ألف رأس. لما قلنا حضرتك 44 ألف مستفيد، لو قلنا إن كل مشروع بيوفر فرصة عمل أو فرصتين حتى على الأقل، فشوف كم فرصة عمل توفر. خليني أقول لحضرتك برضو إن المشروع القومي للبتلو أو منع ذبح البتلو في الأعمار الصغيرة والسماح بتسمينها وتربيتها حتى 400 كيلو جرام على الأقل، هنا حفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار وتنمية رأسية لثرواتنا الحيوانية. لأن الرأس الواحدة اللي كانت هتديني كمية من اللحوم فقط 30 كيلو جرام، بالحفاظ عليها وتربيتها بتديني النهارده تقريبا 240-250 كيلو، يعني 7-8 اضعاف لو ذبحت بتلو. تطور المشروع القومي للبتلو يمكن في بدايته كان فقط للابقار والجاموس المحلي، عجول التسمين للحفاظ عليها، ثم في 2020 تم اضافه العجول المستورده لانها كقيمه مضافه، لان معدلات النمو والزياده الوزنيه تقريبا تعادل ضعف الزياده الوزنيه لحيواناتنا المحليه، ثم اخيرا اضيف اليه العجلات عاليه الانتاجيه وسريه الغرض في الالبان واللحوم، فشوف كم من المزيد من اللحوم والالبان تضخ في السوق وكم من فرص العمل بيتم توفيرها. عايز اقول لحضرتك ان نسبه استرداد القرض الحمد لله تقترب كثيرا من 100%، وده بيدل على حاجتين، بيدل على وعي المستفيد في استخدام القرض بشكل صحيح وتوجيهه فيما خصص من اجله صحيح. وبيدل كمان على تكثيف المتابعات الميدانيه طبقا لتوجيهات معالي الوزير على المستفيدين من قبل قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والتجنب والهيئه العامه للخدمات البيطريه، ودايما بنقول المتابعات مش الهدف الاساسي منها تصيد مخالفات، ولكن المتابعات علشان اي مشكله حال تواجدها على ارض الواقع بيتم حلها. طيب حضرتك قلت ان عدد المستفيدين يمكن وصل ل 400، ايه الشروط اللي المفترض اي شاب عايز يستفيد من المشروع ده، ايه الشروط للاستفاده من المشروع؟ تمام، عدد المستفيدين حضرتك قلت وصل، يعني ايه الشروط اللي ممكن محتاجينها علشان اخيرير او عدد من المستفيدين يكونوا يستفيدوا بيها؟ طب هو المشروع القومي اللي بتله اساسا من اجل صغار المربيين ومن اجل الحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه زي ما قلت لحضرتك من الاهدار، فهنا بيتقدم صغار المربين ولا شباب الخريجين لاقرب فرع بنك زراعي او بنك اهلي ليه، ودول منتشرين على مستوى الجمهوريه، او اداره زراعيه او مديريه زراعه. بيتم فورا تشكيل لجنه ثلاثيه بلا مقابل بتنزل فيها ممثل من الزراعه وممثل من الطب البيطري وممثل من البنك الممول، علشان نستوثق ونتاكد من وجود مكان مناسب للتربيه والتسمين. زي ما حضرتك عارفه نحن ننمي ثروه حيوانيه والفايده بسيطه متناقصه، مش الهدف
زيادة الفلوس أبدا، لكن الهدف تنمية الثروة الحيوانية. طيب لو في مستفيد أو مربي بيهدف إلى الاستفادة من المشروع وما عندهوش مكان مناسب أو ما عندهوش الخبرة الكافية، ففي بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية. جميل. ودي توجيهات للقيادة السياسية لما لها من شبكة تواصل أوسع وأعم مع صغار المربين. من خلال هذه الجمعيات بيتم الاستفادة. هذه الجمعيات مأجرة بنظام حق الانتفاع الأصول الغير مستغلة من وزارة الزراعة ورفع الكفاءتها على أعلى مستوى، بيتم التربية والتسمين فيها. جميل. لصالح صغار المربين. طيب. هنا بيزداد الخبرة، بيكتسب المهارات في فنون التربية والرعاية والتغذية والخلافة وإدارة القطيع. جميل. وكمان بنوفر له المكان اللي هو مش قادر يوفر. يعني كافة الإجراءات والتيسيرات بتقدم لكل المستفيدين من المشروع القومي للبتلو. حابين سريعا نعرف من حضرتك، يعني إلى جانب هذا المشروع المهم، المشاريع الأخرى اللي بيقوم بها قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وإزاي ممكن نحسن من الإنتاجية الخاصة بالقطاع الداجني والحيواني؟ يمكن احنا ملاحظين منذ تولي فخامة الرئيس مقاليد البلاد في 2014 وشايفين اهتمام غير مسبوق من اجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه. توافقنا يا استاذ محمد ان في نمو سكان متلاحق ومتعاقب لا توازيه زياده في تعداد وعدد رؤوس الثروه الحيوانيه المسؤوله عن توفير البروتين الحيواني. وبالتالي هنا كان في الاتجاه لعديد من المشروعات والبرامج التي ترعاها الدولة المصرية ووزارة الزراعة من أجل زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة للثروات. يمكن أهم هذه المشروعات في عجالة زي ما اتكلمنا على المشروع القومي للبتلو، في كمان المشروع القومي لتطوير وتحسين ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان. لما نقول إن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربي نشة اللبن، واحنا عارفين ان صغار مربي نشا اللبن يمكن يمتلكون تقريبا في حدود 70% من جمله ما لدينا من ثروه حيوانيه. وبالتالي الاهتمام بمراكز تجميع الالبان هو اهتمام بثرواتنا الحيوانيه واهتمام بصغار مربي نشا اللبن واهتمام بانتاج الالبان. النهارده احنا عندنا 282 مركز لتجميع الالبان متطور على اعلى مستوى، منهم 41 مركز في مجمعات الزراعية التابعة لمبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة تستوعب كل كميات الألبان الناتجة من هذه القرى. الحمد لله دلوقتي احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة، ألبان الشرب، بل نصدر ما يزيد عن احتياجاتنا في صورة صناعات ومنتجات ألبان إلى الخارج. صحيح. نتكلم كمان عن المشروع القومي للتحسين الوراثي. وزي ما قلت لحضرتك ما فيش زياده في تعداد الثروه الحيوانيه، وبالتالي كان لزاما علينا البحث عن وسيله لزياده معدلات الاداء وزياده انتاجيه الحيوانات المسؤوله عن توافر البروتين الحيواني. وهنا التحسين الوراثي في محورين، محور عاجل، وهنا بيتم السماح باستيراد حيوانات من الخارج سواء كانت لانتاج اللحوم او لانتاج الالبان، معدلات ادائها وانتاجها أضعاف معدلات أداء حيواناتنا المحلية، بالإضافة إلى كمان حيوانات ثنائية الغرض تتميز بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان تناسب صغار المربيين. مش هنفضل مدى الحياة نستورد. هنا كان في توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ورعاية معالي وزير الزراعة بالتحسين الوراثي من خلال الخلط والتهجين ما بين السلالات عالية الإنتاجية المستوردة من الخارج مع سلالاتنا المحلية المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف والمناخات البيئية والمصرية للحصول على سلالات ممصرة عالية الإنتاجية تتماشى وتتأقلم مع ظروفنا المناخية. في كمان المشروع القومي لرفع كفاءة وتطوير عنابر الدواجن. عقدت وزارة الزراعة بروتوكولات مع البنوك الوطنية سواء كان البنك الأهلي المصري أو البنك الزراعي المصري والاتحاد العام لمنتج الدواجن لتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن ورفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإنتاجية، تحسين العائد الاقتصادي، الحفاظ على ثرواتنا الداجنة من الإهدار. طبعا برضو مع استثناء صغار المربيين من الشكل والشرط القانوني للتمويل والإقراض، وده من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري. طيب حضرتك تحدثت ان احنا عندنا دلوقتي مشروع خاص بالبتلو وبالدواجن وايضا بالالبان، هيعود ازاي على المواطن المصري ويحس فعلا ان في فرق كبير في هذه التنميه الكبيره؟
دكتور طارق. طيب انا لما اتكلمت عن المشروع القومي للبتلو قلنا كم عدد فرص العمل اللي وفرها، قد ايه كميات اللحوم اللي ضخها في السوق المحلي. وخلي بالك لما احنا من خلال منبر حضرتك الاعلامي المتميز احنا تابعنا خلال الازمات المتلاحقه والمتعاقبه التي مرت بها دول العالم ومنها مصرنا الحبيبه، يمكن لما نتكلم حتى في عام 2020 وازمه الكورونا وعز او قمه المواجهة مع جائحة كورونا، شفنا المربي والفلاح المصري من خلال المشروعات اللي وفرتها الدولة ورعايتها وزارة الزراعة زي المشروع القومي البتلو، قدرنا اللي احنا نجابه ونواجه وتعلم العالم كله من المربي المصري كيف يواجه هذه الأزمات. يمكن لما قلنا ان انتاجنا هيكفي 52% وعلينا استيراد من الخارج 48%، في الوقت دوت اللي معظم دول العالم قللت من انتاجها احنا انتاجنا مش بس حافظنا عليه لكن زودناه كمان. لما نتكلم عن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، زي ما قلت لحضرتك هذه المشروعات اساسا من اجل صغار المربيين والمزارعين اللي هم تقريبا بيمثلون حوالي 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية ودجاجة. يمكن بحوالي 250 مليون قرض من البنك الزراعي المصري تم تطوير 90 مركز تجميع البان يعملوا على اعلى مستوى، واصبح دلوقتي نقدر نحصل على كوب لبن امن اكثر جوده اعلى جوده بيتم تصديره سواء كان للاستخدام المباشر الطازج او للتصدير او للتصنيع. وزي ما قلت لحضرتك الحمد لله احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الالبان. لما نتكلم عن الدواجن وقلت لحضرتك برضو قد ايه العائد الاقتصادي من المشروع القومي لتحسين ورفع كفاءة عنابر الدواجن، لما نتكلم عن العنابر المفتوحة قبل التطوير نسبة النفوق فيها خلال فترة التربية والتسمين يمكن تصل ل 25% وتزيد طبقا للأجواء الخارجية والظروف البيئية، لكن في العنابر المغلقة التي تم تطويرها نسبة النفوق لا تتعدى 2-3%. جميل. ده كله يا دكتور طارق هينعكس طبعا على الأسعار وعلى الخدمة المقدمة سواء البروتين الحيواني أو الدجيني للمواطنين. حابب أسأل حضرتك فيما يتعلق، يعني حضرتك اتكلمت على مراكز لتجميع الألبان، مشروع القومي للبتلو، اتكلمت عن أيضا تحسين الوراثي، استخدام الطرق العلمية الجديدة والخبرات والأبحاث في تعظيم الثروة الداجنة والحيوانية في مصر، بيشتغل عليها إزاي؟ طيب احنا لما اتكلمنا الاول برضه على التحسين الوراثي وقلنا دوت طبقا لبرامج انتخابات وبرامج تربيه دي من خلال العلماء والباحثين في المراكز البحثيه والمعاهد البحثيه التابعه لوزاره الزراعه. لما نتكلم عن التحسين الوراثي برضه يمكن احنا كنا بنقول قبل كده انا كان عندي عجله بتديني 5-6 كيلو جرام لبن في اليوم. نتائج التحسين الوراثي انا اصبح النهارده عندي العجله او البقره بتديني يمكن تقترب من ال 20 كيلو جرام في اليوم. ثلاث اضعاف يعني، من 5 كيلو ل 20 كيلو. لما نتكلم عن معدلات النمو والزياده الوزنيه كنا في اليوم العجل عندي او حيوان اللحم حيوان التسمين بيديني متوسط 600-700 جرام في اليوم على الاكثر زياده وزنيه، النهارده لا انا عندي حيوان ممكن يديني كيلو وربع زياده وزنيه في اليوم. لما نتكلم طبعا هذه المشروعات سواء كان المشروع القومي للبتلو سواء كان مشروع قومي للتحسين الوراثي ده والدواجن بيحتاج العديد من العوامل الداعمه واهمها الاعلاف. الاعلاف لوحديها بتمثل تقريبا من 60-80% من جمله مصروفات تشغيل وتكاليف انتاج اي مشروع للثروه الحيوانيه والتجاري. نهضه غير مسبوقه وكبيره حصلت في ملف الاعلاف. يمكن العلماء والباحثين في المراكز البحثيه والمعاهد البحثيه المتخصصه التابعه لوزاره الزراعه قدروا ان هم يستنبطوا اصناف من المحاصيل العلفيه يجوز زراعتها في الاراضي الهامشيه، يعني ما بتنافسش المحاصيل الاستراتيجيه، ممكن تروى بماء فيه نسبه عاليه من الملوحه بانتاجيتها عاليه وتقعد في الارض فتره قصيره. كمان المحاصيل العلفيه التقليديه اللي عندنا زي البرسيم والذره قدروا العلماء برضو والباحثين ان هم يستنبطوا منها اصناف ويجودوا فيها، واصبح عندنا اصناف يجود زراعتها برضو وتمكث في الارض فتره اقل، تحتاج لمياه ري اقل،
وإنتاجيتها أعلى يمكن بنسبة 25 ل 35%. طبعا صحيح. الزراعة التعاقدية، وإحنا شفنا زراعة التعاقدية في الفترة الأخيرة، أصبح دلوقتي الفلاح أو المزارع بيزرع ومطمن، لأن بيزرع بسعر ضمان وسعر آمن، بيزرع هذه المحاصيل العلفية وهو مطمن. صحيح. لو احنا اكيد يعني طبعا وقت الحصاد قال عن سعر الضمان او السعر المتعاقد عليه هتلتزم الدوله بالسعر المتعاقد عليه. طب لو السعر العالمي زاد عن السعر المتعاقد عليه هياخد السعر الزياده، وبالتالي احنا شايفين زياده في كميات المحاصيل العلفيه المنتجه. صحيح. سواء كانت التجارة والصيدلية، دول أهم أكيد. حاجة يمكن. وعشان كده يا دكتور يعني احنا بنشكر حضراتكم على المجهود الكبير اللي بتعملوه، وبنتمنى ان ده يعود على المواطن المصري ويشعر بفرق كبير جدا في الأسواق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.